تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا أحبائي مرحبا 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 بكم عمو يزيد سعيد جدا 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 باستقبالكم هنا أني نشوف راكم كل عرايس وكل عرسان أحبائكم لابسين مليح 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 وعمو يزيد يحبكم كامل 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 وانتم أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما أصدقائنا اللي رام هنايا ما عليكم إلى توجه الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل 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 هنا يا أخي تعالي بنتي أروحي الشابة أروحي بنتي وقفي هنا دوري عند الأطفال باش يشوفوك واسمك الشابة أسماء أسماء وين تسكني أسماء في بير خادم في بير خادم في العاصمة الله يبارك الله يبارك برافو 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 بنتي تعالي بنتي أروحي أروحي الشابة بنتي أروحي وقفي قدامي دوري عند الأطفال باش يشوفوك واسمك الشابة زهرة زهرة شحال في عمرك زهرة 9 سنين 9 سنين وين تسكني بنتي في بوسعادة في بوسعادة ولاية روحي قولي لنا الولاية الولاية واسمها الولاية ولاية المسيلة المسيلة برافو بنتي برافو 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 إذن اليوم جاونا أصدقائنا من ولاية المسيلة من بوسعادة من عدة شكون جاو تاني من بلدية أخرى من ولاية المسيلة تعالي بنتي تعالي واش حبيتي تقولي لي أروحي بنتي أروحي تعالي تعالي أروحي أروح الشابة واسمك بنتي مريم مريم شحال في عمرك مريم 5 سنين 5 سنين وين تسكني في بيلكور في بيلكور في الجزائر العاصمة برافو 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 أروح الشابة أروحي 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 أنت تعالي تعالي أروحي أروحي واسمك بنتي ميليسا أوكيل الله يبارك شحال في عمرك بنتي 10 سنوات 10 سنوات وين تسكني بزريعة في بزريعة الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا يوم 10 نوفمبر هو اليوم العالمي للعلم في خدمة السلم والتنمية أحبائي كاين حاجة مهمة جدا 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 العلم إذا ما كانش إلا ما صاحبوش الضمير وحب الغير ما راحش ينفع صاحبو سيونس سون كونسيونس ني كو روين دو لام العلم يجب ان ينفع صاحبه ابيكم كما تالي يقولك صاحب العلم يشقى بعلمه ما معنى الشقاء معناه انه يعمل كثيرا لاسعاد الغير احبائي بالعلم العلم هو اللي يجعل حياتنا بسيطه يبسطنا الامور يجعل حياتنا سهله احبائي لذا عمو يزيد وديالكم مفاجأة من بعد في الأغنية العلم مهم جدا جدا في ولكن لازم يكون يستخدم للتنمية والسلام أحبائي كاين يوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي لمرضى السكري الجورني انترناسيونال دو ديابيت أحبائي السكري هو مرض ولكن الإنسان يقدر يعيش به يقدر يعيش به تقدري تحكي لنا روحي بنتي تعالي تعالي الشابة تعالي أروحي أروحي بنتي أروحي دوري لعندهم واسمك بنتي لويزا 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 باش مريضة لويزا بالسكر بالسكري لويزا على بالكم لويزا نحبها بزاف 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 بنتي شوفوا مرض السكري ماهوش عائق تقراي بنتي وتقراي مليح ويحبوك مرض السكري أحبائي هو مرض يقدر الإنسان يعيش به وقولي لي بنتي شحال جبتي المعدل 9.14 شوفوا 9.14 تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها
برافو بنتي برافو. اذا تردي على بالك بالك واش تاكلي واش يا اخي هكذا شاطره انت تعرفي واش لازم تاكلي من مره تتشهي هكذا. برافو بنتي برافو برافو ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك. اذا اليوم برك باش نديروا تقدير خاصه الوالدين الاولياء تاع الاطفال المرضى بالسكري، على بالي باللي عندهم عمل كبير يديروا به، يعسوا ولادهم يردوا بالهم عليهم وكامل، لأن الانسان بطبيعته مرات يتشهى وكامل، ولكن ولادنا نحبوهم نحبوهم نحبوهم. احبائي يوم 14 نوفمبر كاين اليوم العالمي للمتاحف، تحبوا المتاحف؟ هل زرتوا المتاحف؟ لازم تزوروا المتاحف. على بالكم احبائي دركا في كل ولايه عندنا متحف، في كل ولايه، وفي المدن الكبرى كاين متاحف كبيره، كاين في مدينة وهران متحف جميل جدا، مدينة الجزائر العاصمة، مدينة قسنطينة، في العاصمة كاين متاحف عديدة، متحف المجاهد، متحف الجيش، متحف الباردو، لازم تروحوا لهم أحبائي، هذا وعد. برافو. واش رأيكم أحبائي؟ في كل حصة نستقبلوا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعثوهم لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آرائهم وملاحظات. شكون اللي جبنا رسائل؟ ساعي البريد. إذن رحبوا معايا بجليلو، تعال وليدي تعال تعال. مرحبا يا أطفال، مرحبا عمو يزيد. مرحبا مرحبا جليلو مرحبا، واش راك وليدي؟ لاباس لاباس. واش جبت لنا اليوم؟ بريد. بريد تاع من؟ الأطفال. تاع الأطفال. إذن جليلو أصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد. جليلو ضع البريد في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد يقراه لكم، وأنتم إذا حبيتوا ترسلونا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا، ما عليكم إلا تروحوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. مع السلامة عمو يزيد. مع السلامة. يا أطفال. شكرا جليلو، شكرا شكرا وليدي، شكرا شكرا شكرا. تحبون الغاز؟ لغز اليوم مانيش عارف إذا سهل ولا صعيب. لغز اليوم يقول: في مكتب إحدى الشركات توجد ساعتان في الحائط، إحداهما تدق كل ثلاث ساعات، كل ثلاث ساعات تدق واحدة، والأخرى تدق كل أربع ساعات. واحدة تدق كل ثلاث ساعات والثانية تدق كل أربع ساعات، بعد كم من ساعة تدق الساعتان معا؟ واحدة تدق كل ثلاث ساعات، واحدة تدق كل أربع ساعات، بعد كم من ساعة تدق الساعتان معا؟ على بالي بلي شاطرين، ولكن فكروا لغاية نهاية الحصة انتم أصدقائنا لما يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا على بالي بلي شاطرين، ودرك احنا نروح ونكتشفوا شخصية اليوم. شخصية اليوم نكتشفوها مع خلود مداس. اليوم احنا نكتشفوا شخصية مرموقة في الجزائر، الأمير عبد القادر رحمه الله. إذا تفضلي خلود بنتي، تفضلي تفضلي. إذا تحية تحية الخلود بنتي، تفضلي تفضلي بنتي، عرفينا بالأمير عبد القادر. مرحبا يا أطفال. مرحبا. الأمير عبد القادر ولد عبد القادر ابن محي الدين عام 1807 ميلادي بولاية معسكر. تعلم القرآن واللغة العربية على يد الشيخ أحمد ابن طاهر، ثم أكمل تعليمه بوهران على يد الشيخ أحمد ابن خوجة. في سنة 1830 ميلادي بعد استسلام الدي حسين، عين زعماء القبائل وهران أبوه الشيخ محي الدين لقيادتهم، لكنه رفض وانسحب وفوض تلك السلطة لابنه الذي عين أميراً في 21 نوفمبر 1832 ميلادي. نال الأمير عدة نجاحات عسكرية، مما دفع فرنسا إلى توقيع في 26 فبراير 1834 ميلادي على معاهدة الإسلام. اعترفت من خلالها على سلطة الأمير وسط وغرب الجزائر.
في سنة 1840 ميلادي عين الجنرال بيجو كحاكم عام للجزائر، ووضع استراتيجية عسكرية على أساس الأراضي المحروقة، مما أدى إلى معاناة الأمير وجيشه بانعكاسات عسكرية خطيرة. فتخلت عنه بعض القبائل ورفض سلطان المغرب أنذاك مساعدته، مما أدى به إلى اللجوء للصحراء. فاشتدت عليه الضغوطات وسلم نفسه إلى الجنرال لامورسيال الذي لم يحترم الاتفاق بينه وبين الأمير، وجعله أسيرا لمدة 4 سنوات بقصر أمبواز. في سنة 1852 ميلادي زاره نابليون لويس فقام بتحريره ووعده بإرساله إلى تركيا. فغادر فرنسا عام 1852 ميلادي وسافر إلى سوريا، أين توفي في 26 ماي 1883 ميلادي. كان الأمير عبد القادر رجلا عظيما، سياسي عسكري يحمي اللغة العربية، فترك الكثير من الكتابات في الفلسفة والشعر. رحم الله الأمير عبد القادر. برافو 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 خلود بنتي، برافو برافو. أحبائي، الأمير عبد القادر وإنسان عظيم، شاعر كاتب وقائد سياسي. أحبائي، الأمير عبد القادر أرى الويل لفرنسا المحتلة، حتى ما دفعها أنها تقيم معه معاهدة سلام. كان الأمير عبد القادر محتاج لهذه المعاهدة لتنظيم صفوف الجيش تاعه، ولكن فرنسا الغاشمة المحتلة لم تحترم المعاهدة، لم تحترمها، وألقى جنرال لاموريسيير القبض على الأمير عبد القادر ظلما لأنهم لم يحترموا هذه المعاهدة. والأمير عبد القادر يبقى في تاريخ الجزائر قام من قامات تاريخ الجزائر. رحم الله الأمير عبد القادر، ورحم الله كل شهداء الثورة وشهداء المقاومات الشعبية. أحبائي، بما أننا على بالكم بلي العلم قلت لكم عنده أهمية كبيرة 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 في التنمية والسلام، لأنه العلم لازم يرجع بالراحة. العلم به اللي نسيبوا الأدوية، به اللي نسيبوا المؤهرة، الهاتف، أي شيء اللي يسهل حياة الإنسان هو بالعلم. إذن العلم هذا هو العلم النافع، والعلم اللي يجب الابتعاد. كاين علم مدمر مثل علم الأسلحة وكذا، الإنسان ما يحتاجوش هذاك العلم، هو اللي ما نش نتكلموا عليه، نتكلموا على العلم اللي يساهم في التنمية والسلام. أحبائي، إذن العلم، الأمم بماذا ترقى الأمم؟ الأمم ترقى بالعلم. أحبائي، عمو يزيد لكم أغنية واسمها الأمية، لا للأمية السوداء، حتى ننبذ كل أمية، ومن هذا المنبر نوجه رسالة لكل الناس لم يشوفوا فينا، لازم تقرأوا ولازم تقريوا ولادكم، مهم جدا جدا جدا. أحبائي، العلم ثم العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، اطلبوا العلم ولو في الصين، العلم نور والجهل ظلام. أحبائي، إذن العلم ثم العلم. يلا نغنوا مع بعض لا للأمية السوداء. ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء. أمم صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها، أمم صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها. أعرف ألفا أعرف مين يعني أبي يعني أمي، أعرف ألفا أعرف مين يعني أبي وأمي، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء. بالعلم تعلم
أعلو الهمة يرفع قدري بين الناس بالجهل أفقد علما يفر مني كل الناس بالعلم تعلو الهمة يرفع قدري بين الناس بالجهل أفقد علما يفر مني كل الناس بالعلم أحلى حياة فيها النور فيها النور بالجهل يعني جحيم إلا ظلام ظلام ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوحش الظلماء لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوحي الظلماء بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوحي الظلماء برافو 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 أحبائي. الجهل هو الذي يدمر الأمم والعلم ينير طريق الأمم أحبائي. إذن العلم ثم العلم لازم تقرأ أحبائي يا أخي. المثابرة والواجبات كامل هذوهما يا أخي أحبائي. برافو أحبائي. تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا دركا مع عمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. إذا تفضل عمو رشيد. تفضل تفضل. إذا تحية تحية لعمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. تفضل عمو رشيد. تفضل تفضل تفضل. Thank you.
برافو 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 عمو رشيد لجان مدينة ميلا. تحيتنا لكل سكان ولاية ومدينة ميلا الأعزاء. أحبائي، في كل مرة نكتشف معلومة في فقرة هل تعلم؟ تحبوا المعلومات؟ نعم. إذا نروحوا دركا مع فرح رابح في فقرة هل تعلم؟ إذا رحبوا معايا بفرح. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن الريح ليس له صوت إلا حين يعترضه شيء ما؟ برافو 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 بنتي فرح. إذا أحبائي، معلومة جميلة، عبركم بلي الريح لو كان ما يعترضوش أي شيء، يعني حائط ولا شجرة ولا ما تسمعش الصوت تاعو. معلومة جميلة، ليس له صوت إلا إذا اعترضه شيء ما، الريح. أحبائي، تحبوا الحكايات؟ عندي حكاية جميلة تاع الفلاح والحماران، يلا معايا. إذن أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفلاح والحماران. عمي منصور الفلاح كان في كل سنة، على بالكم بكري، كانوا كي يحصدوا المحصول يروحوا به للسوق يبيعوه ويشروا واش يحتاجوا هما. بكري كان التبادل، ما كانوش دراهم، ما كانوش يدي مثلا القمح، يجيب الملح، يجيب المطارح، يجيب الصوف، يجيب الحوايج اللي يحتاجهم. عمي منصور رفض المحصول تاعو، كان عنده زوج حماران، راحوا للسوق، رفض هذاك المحصول وراحوا. ولكن هذوك الحمار كان واحد يغير من واحد، كان واحد الحمار غيور، هما رافدين كيف كيف، بصح دار عند الحمار الاخر قالوا مشي راك تشوف باللي انت راك رافد اقل مني. قالوا لا لا، نعلم بلي سنا رافدين غير كيف كيف. اي قالوا انت دائما ترفد اقل مني، دائما هو غيور. راحوا رحمي منصور لهذاك السوق، باع كاع المحصول تاعو، ومن بعد شرا، شرا الملح، يعني كانوا يحتاجوا الملح بكري. اذا عمر الحمار الاول بالملح، والحمار الثاني عمرو بالاسفنج بليبونج، يدو به المطارح وكامل، احتاجوا هذاك الاسفنج. وجاو راجعين في الطريق، الملح ثقيل شويه بصح الاسفنج خفيف، الحمار الغيور هو اللي كان رافد الاسفنج. ليبونج هذاك اذا الحمل تاعو كان خفيف، وهكذاك وكان غير من الحمار الاخر. كانوا يمشوا يمشوا، ولكن الحمار الاخر اللي كان رافد الملح عيا. كانوا يمشوا يمشوا يمشوا، بعد عمي منصور توقف هكذا تحت واحد الشجره باش يقيل شويه، باش ياخذ شويه يستراح، ياخذ قسط من الراحه. هذاك الحمار اللي كان رافد الملح واش يدير؟ كان خبيث. قال الحمار الاخر، قالوا دوك ننزل للبحيره، كانت البحيره تما، قالوا دوك يدوب شويه تاع الملح هكذاك يخف شويه الوزن تاعي، يخف شويه الثقل هذا اللي رافدو يخف شويه. كما كان الحال، انزل هكذا دوب شويه تاع الملح، نقص هكذا وطلع. بعد هذاك الحمار الغيور قالوا انا ثاني دوك ننزل البحيره باش ينقص وزن الحمل تاعي. قالوا لا لا بالك ما تهبطش. قالوا ما يحبش عمي منصور، قالوا نهبط نهبط نهبط. هو كان عنده الاسفنج ليبونج، ما على بالوش بلي هذاك الاسفنج كيهبط بيه، راهي كارثه. هبط بالاسفنج، هبط بالاسفنج، الاسفنج هذا كاع شرب الماء، وبعد تقل قريب غرق، وبدا هكذا يعيط يعيط عمي منصور كان راقد. بعد فطن هكذا على هذاك السياح تاعو العياط تاعو، وهبط يجري هكذا صابو راح يغرق. ما جاي يخرجوا ما جاي يخرجوا، تعب عمي منصور معاه، هو يجبد فيه بالحبل ويجبد ويسلك فيه، وربطه مع الشجره هذاك الحبل ويجبد وكامل باش سلكوا، ومن بعد عاقبوا عاقبوا لانه ما ياخذش الراي. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي إياك أن تقلد غيرك، وحكم عقلك قبل أن تقوم بأي عمل، وليكن هذا درسا لك، فمن لا يفكر في العواقب ليس له الدهر بصاحب. برافو 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 برافو. إذا أحبائي أحبائي، التقليد والأعمى مش مليح، واحد ما لازمش يقلد، لازم ترد بالك، تحكم عقلك، مش قال فلان ولا صديقي ولا دار شيء روح أنا نديروه هكذا، ممكن هذاك الشيء هذاك هذاك التقليد ما راحش يفيدك يا اخي احبائي. ردوا بالكم، ما التقليد والاعمى ماشي مليح.
يلا معايا. إذن أحبائي كما قلت لكم في الحكاية، التقليد الأعمى مش مليح. الإنسان دائما يحكم عقله قبل القيام بأي عمل. أحبائي يا أخي، بما أننا تكلمنا عن الأمير عبد القادر رحمه الله، في فقرة تعرف على مدينتي اليوم مع ميليسا راح نتعرفوا على مدينة معسكر. أحبائي إذا تصفيقة تصفيقة الميليسا، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. تحية تحية ميليسا، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة معسكر كانت تسمى كاسترانوفا، اتخذت كمعسكر للجيوش وسميت بمدينة الأمير عبد القادر. تقع في شمال غرب الجزائر، يحدها من الشمال ولايتي وهران ومستغالب، ومن الجنوب ولاية سعيدة، ومن الشرق ولايتي تيرة وغليزان، ومن الغرب سيدي بلعباس. تقدر مساحتها ب 5941 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 784,073 نسمة، وتضم 16 دائرة و47 بلدية. تشتهر معسكر بكثرة غاباتها وسهولها وجبالها ووديانها وثروة حيوانية، مما أكسبها حلة طبيعية توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية نذكر منها: إطلال مدينة أكواسنيس، إطلال زاوية سيدي محي الدين، سيد قادة، آثار دردار، غريس، جامع الكبير، المقر العام ومحكمة الأمير عبد القادر، بالإضافة إلى الحمامات المعدنية كحمام بوحنيفية، وتعد من أقدم المدن من حيث العمران. برافو 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 برافو. إذن معسكر مدينة الأمير عبد القادر. على بالكم أحبائي بلي في الولايات المتحدة كاين مدينة واسمها القادر، نسبة للأمير عبد القادر ونسبة لكفاحه ونسبة لمقامه. إذن الأمير عبد القادر عنده مكانة كبيرة في الجزائر وفي العالم. أحبائي الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. كل عنده نكتة جميلة. تعالي بنتي اروحي 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 يلا اروحي بنتي. قعدوا احبائي قعدوا 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 قعدي بنتي. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين وين تسكني ياسمين؟ بيلكور. في بيلكور. الله يبارك. هل في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد نهار في الصحراء جمل له انسان، تالمو كانت سخانة الإنسان شرب الماء، وجمل كلاك ريبوني. تسمى العكس، الجمل لازم يشرب الماء والإنسان لازم يأكل كريبوني. زعمة كانت سخانة بزاف. ايه هذه النكتة. ايه كانت سخانة بزاف يعني يقولوا الجمل يأكل كريبوني. برافو برافو برافو. أروحي بنتي تعالي تعالي. أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ لويزا. لويزا، لويزا الشابة اللي هضرنا معاك مقبلة. نعم. إذا بنتي شحال قلتي لي في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، احكي لي النكتة تاعك. كان واحد اسمه وش دخلك، وكان أخوه اسمه عقلك. وبعدها راح وش دخلك لعند المدرسة وسقسات المعلمة، قالت له واسمك؟ قال له وش دخلك؟ بدا قالت له اسمك؟ قال له واش دخلك؟ بدا قالت له معلمة وين راه عقلك؟ قال له راه في الدار. راه في الدار. اوكي اوكي. برافو 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 برافو. تعال وليدي تعال. الو ايه تعال تعال تعال. اروح اقعد وليدي. واسمك وليدي؟ كمال. كمال، وين تسكن كمال؟ في عين الريش متابعة المسيلة. ولاية المسيلة مدينة عين الريش. نسلموا عليهم كامل، مدينة عين الريش نحبوكم، ولاية المسيلة كاملة، شرفتونا كي زرناكم، ناس من أروع ما يكون، ربي يحفظكم إن شاء الله. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، احكي لي النكتة تاعك وليدي. احكي لي النكتة تاعك، عندك نكتة؟
ما عنديش. عندك تحيه حبيت برك نحيوا الاطفال. نحيوا عمو يزيد ونحيوا كمان كمال هذوك اللي مهرجين ونحيوا لا ونحيوا اطفال. الاطفال برافو وليدي برافو برافو. هذه تحيه من مدينه عين الريش من ولايه المسيره. احبائي الحقنا دركا الفقره تعالوا تعالوا اروحي بنتي تعالي تعالي انتي تاني روحوا في ثلاثه انتي وانتي تعالوا اقعدي هنا اروح يلا 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 اقعد اقعدوا في ثلاثه اروحي اجري اجري ديروا لها بلاصه هاي. واسمك بنتي؟ ريم. ريم وين تسكني ريم؟ فلوساندي. فلوساندي شحال في عمرك؟ خمسه نحسب وحدي ديري لها هكذا وانا نحسب برافو احكي لي النكته تاعك. كاين واحد نهار واحد طفل عاقل وواحد قبيح. واحد العاقل يروح للمدرسة ديالو والقبيح ما يحبش. ومن بعد يماه قالت القبيح لازم تروح للمدرسة. برافو. ومن بعد راح. برافو. واسمك بنتي؟ مريم. مريم وين تسكني مريم؟ في بيلكور. بيلكور احكي لي النكته تاعك بنتي. واحد طفل قالت له ماما روح شري دجاجه حمراء ومن بعد وراح في الطريق قال دجاجه حمراء دجاجه حمراء دجاجه حمراء دجاجه حمراء ومن بعد قال دجاجه خضراء دجاجه خضراء دجاجه خضراء. راح عند البوشي قال له اعطيني دجاجه خضراء جابها من ابو بالدجاجه خضراء. دجاجه خضراء كانت فاسده ما لازمش نمسو. واسمك بنتي؟ اسمي إيكاش. وين تسكني؟ في بوسعادة. في بوسعادة ولاية مسيلة. احكي لي النكتة تاعك بنتي. ها؟ عندك نكتة؟ ها؟ احكي لي. ماما نازلة الزهرة طفل راح قلت له ماما راح نشتري خضرة راح يلعب بدك درهم راح نشتريها من فيلو حشاها لك راني شريت. بعدك راح دارهم أجر بابا لمشيت مامك ضربو هذاك صيح مسيها له نتيا فيلو بعدك ضربو بابا قال بعدك هو والفيلو هذاك شباب اللي شراه. برافو برافو برافو. هيا تفضلوا روحوا بلايسكم يلا أماكنكم أماكنكم. برافو 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 احبائي برافو احبائي احبائي. خلاص درك لحقنا الفقره رسائلكم. هذه الفقره من عمو يزيد يقرا الرسائل اللي بعثوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com واللي جابهم لنا جليل وساعي البريد ميميشا. جيب لنا رسائل اصدقائنا الاطفال. برافو تحيه تحيه لميميشا تحيه. الرسالة الأولى قدوار جاد 4 سنوات مدينة عين العسل ولاية الطارف أحبائي جميلة. قالكم أنا معجب بالحصة وأريد الالتقاء بعمو يزيد. إذن قدوار جاد عين العسل الطارف إحنا تاني مشتاق إليك إن شاء الله تجي تزورنا في أقرب وقت أنت مع أصدقائنا الأطفال. العمري فريال 3 سنوات مدينة عين بنيان الجزائر العاصمة. بنتي فريال عمرها 3 سنوات تحب عمو يزيد كثيرا. إذا فريال بنتي عمو يزيد تاني يحبك بزاف 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 وإن شاء الله نستضيفوك في أقرب وقت. مشتي منال فاطمة الزهرة 11 سنة مدينة راس الماء ولاية سيدي بلعباس أحبائي سيدي بلعباس الجميلة. قلت لكم حصة في منتهى الروعة مزيد من التألق والتفوق إن شاء الله. ربي يحفظك منال فاطمة زهرة مشتي من راس الماء ولاية سيدي بلعباس الجميلة الجميلة الجميلة. شريطية ماريا 9 سنوات من الجزائر العاصمة. أريد أن ألتقي بك في حصتك ومرحبا
السلام عليك عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا. شريطيها ماريا 9 سنوات من العاصمة، احنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية، أرحمون نسرين 8 سنوات مدينة الجزائر العاصمة، قد تكون برنامج تثقيفي وتربوي، بارك الله فيك يا عمو يزيد، ربي يحفظك نسرين ورحمون بنتي. هذا شرف، هذا شرف أنه هذا النوع من البرامج يعجبكم، لأنه البرامج تاعنا كلها من القلب، نابعة من القلب. أحبائي أحبائي، لحقنا دركا للجواب عن اللغز. يوجد ساعتان في مكتب إحدى الشركات على الحائط، ساعة تدق كل 3 ساعات وساعة تدق كل 4 ساعات، بعد كم من ساعة تدق الساعتان في نفس الوقت؟ شكون عنده الجواب؟ شكون 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 شكون؟ من 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 عندكم قاع الجواب؟ تعالي بنتي أروحي الشابة، أروحي دولك مكان وقف قدامي. عاودي ذكريهم باسمك بنتي، دوري هكا باش الاطفال. لويزا. لويزا الشابه الشاطره. اذا بعد كم من ساعه تدق ساعتان معانا؟ بعد 12 ساعه. برافو، بعد 12 ساعه احبائي، كل 3 ساعات وكل 4 ساعات في 12 ساعه يتلقوا مع بعض. احبائي اعطيني الهديه تاعها تاع لويزا الشابه. اذا لويزا بنتي، عمو يزيد يعطيك هذه الهديه الجميله. شكرا جزيلا. العفو بنتي، ان شاء الله تستفادي بها. برافو برافو. احبائي في كل مره نكتشف رسم اليوم. مع بشرى جيبينا الرسم نشوفوه بنتي. في كل مره بشرى ديرنا رسم على حسب الايام العالميه ولا الظرف اللي نكونوا حاضرين فيه. تفضلي بنتي تكلمينا على هذا الرسم بنتي. لعلم ماشي الكامل الاطفال، كاين اطفال ما عندهمش الحق انهم يدخلوا المدارس ويتعلموا، للاسف التعليم فيها ناقص. في احنا في الجزائر التعليم اجباري على بالكم، وحق لكل طفل حتى 16 سنه لازم تقراو، لازم تقراو. لازم نقدروا انه عندنا الفرصه ان نتعلموا العلم. جميل، اذا العلم يبني بيوتا لا اعمده لها، اطلبوا العلم ولو كان في الصين، ولو كان في الصين. العلم نور والجهل ظلام، الجهل يهدم بيوتا، العز والشرف، العز والشرف. برافو بنتي، برافو برافو برافو، شطره شطره. اذا بنتي ديريهم ديريهم لهيك في البيت باش عمو يزيد يحتفظ بهم ويعلقهم. واشن ايه، روحي ترسمي بنتي، يلا يلا روحي ترسمي. احبائي في كل حصة نستضيف طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده. واليوم عندنا عيد ميلاد سيد أحمد، تعال وليدي، أروح أروح وليدي قدامي. إذن حنا نغنوا لسيد أحمد عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا تغنوا معايا كامل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من قبيلك نتمنى صحة وسعادة وهنا، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. Yeah.
هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة اذا سيد احمد انا شعل الشمعه وانتم احبائي ما لازمش قاع تلعبوا بالنار باش ما تتحرقوش لان حنا نحبوكم وما نحبوكمش تتحرقوا الكبار هما اللي شعلوا لكم الشمع باش ما تتحرقوش احبائي يا اخي نديروا العدد التنازلي لسيد احمد ديروا معايا 9 8 7 6 5 4 1 طفي لنا الشمعه طفي 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 إذن سيد أحمد عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى وبما أنك رسلتنا باش تحتفل بعيد ميلادك رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة 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 هذه إن شاء الله تستفاد بها وليدي العفو العفو وليدي العفو العفو أك فرحان بزاف لشوية بزاف الله يبارك الله يبارك احنا ماذا بينا نفرحكم كامل احبائي وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير سنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت احبائي نحبكم سلام لا تحزنوا حنا الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حنا الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا كيف قريت ركا؟ كيف حفظت بكيه؟ زيو قريت لي تشوف هل تعلم أن أنا ساعد دائر نحط رسائل في العلبة تاع البارح جيت نشوف عن طريق التلفزيون وعن طريق اليوتيوب وجدوا شغوفين انهم ديما يشاهدوها وديما باسكو لبات فيهم الرغبة تاع انه يتعلم انه يحب الوالدين انه يحب يقرا انه يحب يتعلم انه يزيد الطاقة تاعو يعني. الحصة هذه نقولوا احنا اثرت بس بالايجاب على عقول الاطفال حيث حبتهم في الدراسة حبتهم في التجوال حبتهم يتعرفوا على البلاد تاعهم سياحيا ثقافيا اجتماعيا تربويا كل نوع هي تشتيها متتبعين تاعها وكانت تحب تجي ودرت لها مفاجاه ان شاء الله نكون فرحتها صدمه في نفس الوقت كانت فرحه فرحت لها بدني هنايا عجبني الحال كي جابني هنايا في استوديو عمو يزيد كانت مفاجاه وصدمه ليا مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد